الشبوط نوع من أنواع الزواحف أو الطيور أو الأسماك. السؤال يقول: الشبوط نوع من أنواع الزواحف أو الطيور أو الأسماك. أسماك. دوك نشوفو، دوك تقول لنا الشاشة إذا جاوبك صحيح. أكيد متأكدة؟ نعم. دوك نشوفو. مبروك عليك، جوابك صحيح. الجواب هو من الأسماك. دخلتي معنا في سحب تألو كويز، اقعدي معنا حتى للنهاية باش تعرفي إذا ربحتي. لما تقدمي تحياتك لأمي وأبي وجدي وجدتي وأختي وأختي الصغيرة وخالتي وعماتي. شكراً، باي باي. Bye-bye.